السلام علیکم ایوری ون، آج میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوائز ایگزیبیشن ہے، ٹوائز آٹو شو کہہ لیں آپ، جوہر ٹاؤن والی سائڈ پر ہے، وہاں پر جائیں گے، وہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھیں گے، وہاں پہ لوگوں نے ڈفرنٹ اسٹالز لگائے ہوں گے، اسلام آباد سے، فیصل آباد سے، ڈفرنٹ سٹی سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں نے اپنی ماڈل کلیکشن کی ہوگی، تو وہاں پر جائیں گے ہم، وہاں پہ ماڈل کلیکشن وغیرہ دیکھیں گے. ستعود جميلة تلك الأيام، نملوها حبا عطفا وأمان، وتعود الأرض لحالها لجمالها، وتشفى الجراح، وتغني الأطيار في كل صباح، وتلامس كفي كفك تمحو جراح، وتعود الضحكات لتملأ أيامنا، تنسينا هما كان هنا وانسى. پریمیم دے دو ہمارے پاس تو ہے، بڑی والی ماڈل بھی ہے، کسی کا نام میں دوبارہ لاسٹ ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں. أوجاعنا والحال عصيب، شمس الأمل ستشرق من بعد مغيب، وستطوى صفحة فيها آلامنا، اشتدي أزمة تنفرجي فالخير بعد العسر سيأتي يسر من عند الله، هذا وعد الرحمن لمن نجا، وستمسح دمعة سكنت وجوهنا، وتعود البسمة كي تزرع أملا وحياة، الكف ستحضن كفا كي تنسيها الآه، تمسح عنها ألم البعد فتنسى، وسرواحا عاشت ما بيننا، لو رحل الطيب خالدة ذكرى، ستعود جميلة تلك الأيام، نملوها حبا عطفا وأمان، وتعود الأرض لحالها لجمالها، وتشفى الجراح، ستعود جميلة تلك الأيام، نملوها حبا عطفا وأمان، وتعود الأرض لحالها لجمالها، وتشفى الجراح.
الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحينما انزاح بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصبا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين.